بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وعظم الله جورنا وأجوركم. باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام، نسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل أيام الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وننادي خلفه في يوم عاشوراء: يا لثارات فاطمة، إذا أردت أن ترى قدرة الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائج الناس وفي قضاء حوائجك، فصل هذه الصلاة المعروفة بقدرة الله عز وجل في قضاء حاجتك وإجابة دعائك. سوف تعلم وترى بأم عينك كيف أن الله سبحانه وتعالى يبين لك قدرته القادر على كل شيء، كيف يقضي لك الحاجة. الطريقة كيف؟ كما يقول آية الله الشيخ البهاء قدست روحه الزكية، يقول: من قرأ سورة ياسين بنية قضاء الحاجة الشرعية يبدأ قبلها بغسل الطهارة، غسل أغتسل غسل الطهارة، ثم يتوجه إلى القبلة بنية إجابة الدعاء. يتوجه إلى القبلة بأيني عفوا بنية إجابة الدعاء وتلاوة القرآن مع حضور القلب. حضور القلب كما قلنا دائما ما ينقله علماؤنا الأعلام هو البكاء قدر الإمكان. الدمعة تطفئ بحارا من المشكلات، الدمعة تطفئ بحارا من الذنوب ومن النيران، الدمعة تفتح باب الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر عليه السلام إذا رأى أحدا يبكي قال له: دونك دونك الدعاء، استعجل بالدعاء فإن الله قد أذن لك بالدعاء. إذا ما رآه يبكي في صلاته في سجوده يقول له: دونك دونك الدعاء، استعجل. لماذا؟ لأن الله قد أذن. علامة الإذن في استجابة الدعاء بأن الله قد أذن لك بالدعاء، وأن الله يراك عندما تبكي. يعني أعلم أن الله، كيف أعرف أن الله نظر إلي؟ كيف أعرف أن الله في هذه اللحظة قد نظر إلي؟ إذا شعرت فجأة بأني أريد أن أبكي وأبكي، اعرف بأن الله توجه إليك، نظر إليك. هذا هو الخشوع الذي ينزله الله على قلب عبد، هذا هو الخضوع. على كل الأحوال، فإذا من قرأ سورة ياسين بنية قضاء الحاجة الشرعية، الحاجة الشرعية أي بمعنى ليس بحرام، يعني لا تتمنى شيئا حراما، يبدأ قبلها بغسل الطهارة، ومن ثم بعد ذلك يتوجه إلى القبلة بنية إجابة الدعاء وتلاوة القرآن مع حضور القلب، وتصلي على محمد وآل محمد 100 مرة، ثم تقرأ سورة ياسين المباركة وتطلب حاجتك في 3 مواضع: بنية إجابة الدعاء، تتوجه للقبلة بنية إجابة الدعاء وتلاوة القرآن. قبل لا تبدأ تقرأ ياسين صلي على محمد وآل محمد 100 مرة، ثم تطلب حاجتك في 3 مواضع من سورة ياسين. المواضع الثلاثة ما هي؟ رجاء استمعي. الموضع الأول في سورة ياسين تطلب حاجتك عند قوله تعالى: إمام مبين. الموضع الثاني عند قوله تعالى: في فلكي يسبحون. في الموضع الثالث أو الموضع الثالث: سلام قولا من رب الرحيم. هذه الآية الأخيرة سلام قولا من رب الرحيم، عندما تصل إليها تكررها 34 مرة وتطلب حاجتك. بعد إتمام قراءة السورة تقرأ هذا الدعاء: سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المخلص عن كل مسجون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان العالم عن كل مكنون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عندها يقول الشيخ البهائي: سوف تدرك بأم عينك بقلبك بعقلك قدرة الخالق عز وجل القادر على كل شيء، تراه كيف يقضي حاجتك ويستجيب لدعائك. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولا أي أمين محمد،
خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.